اندلع حريق مؤول منتصف نهار اليوم الجمعه على مستوى مستودعات شيروكي قديما والتي تعود ملكيتها لمجموعه عطيه الكترونيكس. وحسب ما كشفه المقدم محمد قنطار مدير الحمايه المدنيه لولايه برج بوعريج، فقد تم تجنيد اسعافات الوحده الرئيسيه منبوعه بالاسعافات الثانويه المجاوره، كما تم وضع خطه من اجل مجابهه النيران، بالاضافه كذلك الى وضع عده نقاط على مستوى كل جبهات محاصره النيران. واضاف ذات المتحدث انه تم التحكم في الحريق من خلال تجنيد امكانيات ماديه وبشريه هامه، بالاضافه كذلك الى تنصيب خليه متابعه من قبل الوالي ومخطط خاص للتحكم في الحريق الذي لم يخلف خسائر بشريه.